الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط في درس من دروس القواعد. La proposition subordonnée relative. إذا راح نتعرفوا إن شاء الله على أربعة أشياء اليوم بإذن الله. ركز معي جيدا. La proposition subordonnée relative، ركز معي في هذو الأربعة أشياء: qui, que, où, dont. إذن هذو أربعة أشياء نتعرفوا عليهم كيفية استعمالهم، واللي وجد التلاميذ بزاف أنهم يخطئوا في كيفية وضعهم في المكان المناسب. ركز معي. Les pronoms relatifs servent à relier deux propositions pour éviter la répétition. يعني هذا اللي تعرفنا عليهم قبل قليل، العمل تاعهم أنهم يربطوا جملتين proposition deux propositions، وأيضا pour éviter la répétition، لتجنب أيضا الإعادة. لاحظ هذه الجملة: Je connais une dame، أعرف مرأة. Cette dame a emmené le petit garçon à Paris. إذن هنا رانا معاودين dame. إذن الجملة تكون كالتالي: Je connais la dame qui a emmené le petit garçon à Paris. التي اصطحبت الولد الصغير إلى باريس. إذن la dame عوضتها بكي. لماذا؟ لأنه عبارة عن سوجي. راح نشوفوا استعمالاته. ركز معي جيدا فقط. إذن كي، كو، و، دون. كي تعوض دائما دو سوجي، يعني اللي قام بالفعل. كو تعوض دائما كومبليمون دوبجي ديريكت، مفعول به. و تعوض زمان أو مكان، يعني سي سي ال أو بيان سي سي تي. و دون تعوض دائما كومبليمون دو نو، مكمل الاسم اللي عادة ما يكون بالدو. راح نشوف هذا في الأمثلة. La dame avait les cheveux blancs. واش نديرو في هذا المكان؟ بطبيعة الحال نديرو كي. لماذا؟ المرأة التي شعرها أشقر. بلون. كي avait les cheveux blancs. Deuxième phrase. L'histoire. فراغ. Je te raconte a commencé à Paris. هنا أصلا عندنا سوجي أو الضمير جو هو عبارة عن سوجي. Je te raconte quoi؟ Je te raconte l'histoire. إذا l'histoire عبارة عن complément d'objet direct وحطوها من قدام. إذا مادامها complément d'objet direct نعوضوها بك. إذا l'histoire que je te raconte a commencé à Paris. القصة التي قصصتها عليك بدأت في باريس. جملة ثالثة. Le jardin, mon chien est en train de jouer. Le jardin هذا عبارة عن مكان. إذن هي في الأصل mon chien est en train de jouer dans le jardin. إذن le jardin عبارة عن مكان، وبما أنه عبارة عن مكان نعوضها بـ-où. إذن le jardin où mon chien est en train de jouer. مثال آخر. Il connaît le professeur tu parles. إذن هو يعرف الأستاذ اللي راك تهضر عليه. إذن tu parles نورمالمون دو بروفيسور، يعني نهضر على الأستاذ. دو هي في الأصل دو، tu parles دو. إذا مادام كاينة دو، إذا نعوضها بالضمير دون. إذا il connaît le professeur dont tu parles. إن شاء الله يا ربي تكون الفكرة وصلتكم. راح ندعموا هذا إن شاء الله بهذا التمرين. إذا راح نعطيكم التمرين هذا إن شاء الله. حاول توقف فيديو وحاول فيه ومن بعدها شوف الحل. إذا حطوا لي هذه كي كو ou bien dans les tarifs n'allez-vous le jumel la tarte j'ai acheté est très chère يعني الكعكة اللي شريتها غالية. La fille elle fait tu vois près de la porte اللي هي بالقرب من الباب et ma sœur هي أختي. Voici la maison j'ai acheté دار اللي شريناها. Voici la maison j'ai passé mon enfance يعني دار هذه وين فوتت الطفولة نتاعي فيها. جودي سي لو جور ال برون سون كور دو تنس يعني وين تدي الدروس تاع التنس تاعها في هذاك النهار اللي هو يوم الخميس. جو كوني اون بيرسون اعرف شخصا.
parle très bien chinois. يهضر مليح الصينية. إذا حاول تحل وحدك ثم عاود تشوف الحل. وقف الفيديو. إذا الحل كالتالي: جي اشوتي لا تارت. إذا لا تارت هي كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا مادام كومبليمون دوبجي ديريكت نعوضها ك لا في. تو فوا لا في، إذا أنت ترى الفتاة، إذا عبارة عن كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا نعوضها بك. فواسي لا ميزون جي اشوتي. جي اشوتي كوا؟ جي اشوتي اون ميزون، إذا كومبليمون دوبجي ديريكت نعوضها بك. فواسي لا ميزون جي باسي مون انفونس، اللي فوت فيه الطفولة نتاعي. يعني هنا راني نقصد في مكان، وين فوت الطفولة نتاعي؟ في الدار هذه اللي تشوف فيها. إذا مادامها عبارة عن مكان نعوضها بأو. Voici la maison où j'ai passé mon enfance. Jeudi, الخميس. C'est le jour, بما أنه عبارة عن يوم، هذا اليوم، إذا نعوضه بطبيعة الحال بأو. Jeudi, c'est le jour où elle prend son cours de tennis. Je connais une personne parle très bien chinois. إذا هنا يخصني، هنا الفعل هذا parle يخص سوجي، يعني يخص الفاعل. إذا ما دام يخص فاعل، إذا نعوضوه بكي. إذا جو كوني اون بيرسون كي بارل تري بيان شينوا، الذي يتكلم جيدا الصينية. نمر إلى أمثلة أخرى. نفس الأسئلة: كي، كو، أو، أو بيان دون. باس موا لو دوسيي إي سور لو بيرو، يعني مرر لي لو دوسيي اللي هو وراه فوق البيرو. برون لي ليفغ تو ا بوزوان، خذ الكتب التي تحتاجها. ال ا اشوتي لا روب، هي اشترت فستان. ال افي اونفي، الذي كانت ترغب فيه. جي ان كوبان، عندي رفيق. لو بير اي فوتبولور، يعني الاب نتاعو لاعب كرة قدم. كالي ليكيب، ما هو الفريق؟ a gagné le match، الذي ربح المقابلة. إذا passe moi le dossier، أي هنا le verbe، إذا يحتاج إلى سوجي يعني فاعل. إذا qui est sur le bureau. prends les livres tu as besoin، يعني خذ الكتب اللي تحتاجها. إذا هنا مادام عندنا سوجي tu as besoin، tu as besoin de، أنت تحتاج ماذا؟ tu as besoin، tu as besoin de، يعني le verbe هذا a besoin. ولا اونفي دائما مديوراه دو، جي بوزوان دو، جونفي دو، ارغب في واحتاج الى. وبما انهم يحتاجوا الى دو، اذا الضمير اللي عوضهم هو دون. برون لي ليفغ دون تو ا بوزوان. الا اشوتي لا روب، ال ا اشوتي لا روب، نفس الشيء دون ال افي اونفي، يعني هي ترغب فيها. J'ai un copain, le père est footballeur. أصل الجملة هنايا j'ai un copain, le père est footballeur. أصلها وشنو هي؟ le père de mon copain. de mon copain، يعني الأب تاع الرفيق نتاعي. de mon copain، ومادام فيها de، إذا نستعمل الضمير dans. إذا j'ai un copain dont le père est footballeur. quelle est l'équipe، هنا a gagné فعل، إذا يحتاج الفاعل للسوجي. إذا qui a gagné le match. الجملة الأخيرة: je suis à New York. راني في نيويورك. se trouve la statue de la liberté. اللي نلقاو فيها تمثال الحرية. إذا هنا بطبيعة الحال راني نتحدث على مكان. إذا où se trouve la statue de la liberté. إذا je suis à New York où se trouve la statue de la liberté. إذا بهذا نكون قد أكملنا هذا الفيديو. إن شاء الله تكونوا استفدتم منه ولو بالحرف القليل. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.